حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فرفعوه وأوقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع عن أبي هريرة شيئا، هكذا روي عن أيوب. ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون. وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا، وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المخبورية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال تنتظرون. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. قال وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا هناد حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف حدثني عبد الله بن بجير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال
كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي موسى قال: حديث عبادة حديث حسن صحيح. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام الأجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وابن عباس قال: حديث عائشة حديث حسن غريب. هكذا روى بعضهم عن هشام بن عروة نحو هذا، وروى بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة. حدثنا هناد، حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال: وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس قال: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة، وهو مدني ثقة، روى عنه شعبة وسفيان الثوري. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. قال أبو عيسى:
وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس. قال: هذا حديث حسن غريب، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد. أحدثنا أبو حفص عمرو بن علي القلاص، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال: هذا حديث حسن. حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش عن أنس قال: توفي رجل من أصحابه فقال، يعني رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال: هذا حديث غريب. حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا. وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن عمر، وحدثني أبي عن جدي قال: سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله
ما يظن أن تبلغ ما بلغت؟ فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال: وفي الباب عن أم حبيبة. قال: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا. قالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث. وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث، ولم يذكر فيه عن جده. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث المستورد حديث حسن. حدثنا محمد بن حاتم المكتب، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: سمعت عطاء بن قرة قال: سمعت عبد الله بن ضمرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت مستوردا أخا بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإسماعيل بن أبي خالد يكنى أبا عبد الله، ووالد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف وهو من الصحابة. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبادة بن مسلم، حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال: حدثني أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال:
ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده، فقال: يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال: إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. قال أبو عيسى: وقد روى زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم قال: دخل معاوية على أبي هاشم فذكر نحوه. وفي الباب عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال:
من طال عمره وحسن عمله. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. فقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أمله وثم أمله وثم أمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلنا قد وهي فنحن نصلحه. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر اسمه سعيد بن محمد
ويقال ابن أحمد الثوري. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا عمرو بن واقد، حدثنا يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله، وعمرو بن واقد منكر الحديث. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الحريث بن السائب، وسمعت أبا داود سليمان بن سلم البلخي يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبز يعني ليس معه إدام. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه
أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عمر بن يونس هو اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وشداد بن عبد الله يكنى أبا عمار. حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قالا: حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية. وحيزت جمعت. حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا مروان بن معاوية نحوه. وفي الباب عن أبي الدرداء: أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نفض بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه.
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن فضالة بن عبيد القاسم: هذا هو ابن عبد الرحمن، ويكنى أبا عبد الرحمن، ويقال أيضا يكنى أبا عبد الملك، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو شامي ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف الحديث، ويكنى أبا عبد الملك. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال: وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري، حدثنا روح بن أسلم، حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ما تقول. قال: والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك ثلاث مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي عن شداد أبي طلحة نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري. حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي، حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي، حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم،
فإن الله يقربك يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام، وهذا حديث صحيح. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام، فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 انتباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي، وأبو بكير والد يحيى، روى له سفيان الثوري. ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نسريه فنعجنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم. حدثنا عمرو بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو وفي العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير، وأصبحت بنو أسد يعذروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول إني أول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد يعذروني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عتبة بن غزوان. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ
يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن زيد، حدثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شيبان أبو معاوية، حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. قال:
فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا نبي الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وأبو بكر وعمر، فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. وحديث شيبان أتم من حديث أبي عوانة وأطول. وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب، وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه، وروي عن ابن عباس أيضا. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار بن حاتم عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعناه عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا قتيبة أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال: وهذا حديث صحيح. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر. حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي الوليد قال: سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة،
من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الوليد اسمه عبيد صنوطة. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتم من هذا وأطول. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي، حدثنا زيد بن حباب، أخبرني المسعودي، حدثنا عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قالا: حدثنا زهير بن محمد، حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش النحوة، وقال المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق، فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا، ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله ف
فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا أبو كريب، حدثني المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معان البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قلنا: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا، لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه، فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث عن أشعب عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب وله ما اكتسب. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: جاء أعرابي جهوري الصوت قال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح نحوه، إلا أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني، حدثني معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء.
وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا، وشك فيه وقال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. وعبيد الله بن عمر رواه عن حبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، يقول: عن أبي هريرة. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر، حدثني حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال: كان قلبه معلقا بالمساجد، وقال: ذات منصب وجمال. قال أبو عيسى: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا كريمة. حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن تخبرة، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي، ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط
عن الحسن عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح، حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من هذا الوجه. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يقول: قالت عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو ظلال اسمه هلال. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل:
من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وفي الباب عن عرباض بن سارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالا حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة، وهو يحيى بن عبيد الله ابن موهب مدني. حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. وفي الباب عن ابن عمر حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن عباد أخبرنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا ابن المبارك وحدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا حماد بن أبي زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدثنا هناد حا
حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا عمر بن علي المقدمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث سهل حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال أبو عيسى: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار، وهذا حديث حسن غريب. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن حفص، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقاما فصليا. فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك، فقال له: صدق سلمان. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه.